احنا عمالين نتكلم على روني يا كريم، نعم. خلينا نروح بقى للبروفايل بتاعه. اهم ما يميز روني في كل، هو واضح ان هو بيتميز بكل شيء. هو طبعا لعيب مميز جدا، لكن طبعا هو اكيد مش كل الفرق، بس هو اكيد بنتكلم على لعيب هداف 5 اهداف، طبعا رقم كويس جدا في بطوله قاريه، وصناعه اهداف 8 برضه رقم مميز جدا ليه. نروح بقى للتصويبات، ربما في التصويبات يبقى الرقم مش على المنوال، يعني بنتكلم على 24 تسديده على المرمى، 10 بس اللي ما بين الثلاث خشبات، يعني نسبه اقل من 50%. التمريرات الصحيحه له برضه ضعيفه، بنتكلم على 76% فقط من 163، والمراوغات طبعا هو في المراوغات فعلا لعيب مميز جدا، 29 مراوغه صحيحه من 58 محاوله مراوغات حاول يعملها، والتمرينات البينيه ثرو باسز عنده عاليه، بعمل 12 تمريره بينيه، رقم جيد اكيد لروني، واحد من نجوم فريق بالميرس. رافائيل براجا، رافائيل فيجا، فيجا طبعا اللي هو اللعيب الارتكاز احنا اتكلمنا عليه، اللي هو لعيب اللي في بيلعبوا 4-3-3، هو اللي بيكمل دايما لقدام وهو صانع الالعاب. أيوه. رافائيل فيجا هو هداف الفرقه في الدوري، ارقامه في الدوري كمان اعلى من ارقامه في البطوله في امريكا الجنوبيه. أيوه. يمكن هو مسجل في الدوري 11 هدف، لو بصينا على ارقامه في البطوله هنلاقي ان هو لعب 10 مشاركات مسجل هدفين، صانع هدف، معدل محاولاته على المرمى او عامل 18 تسديده، 18 تسديده ده عشان ده هو كده مميز بالتسديدات، بيسجل اهداف كتير جدا، وزي ما قلت لحضرتك هو شبه خيمس رودريجيز لعيب ريال مدريد السابق، طبعا يعني واحد من احسن اللعيبه اللي بتلعب بالقدم اليسرى وبيسدد وبيكمل ولمساته حلوه جدا، لعيب تحب تتفرج عليه. المراوغات عنده 13 منهم 5 بس صح، والتمريرات البينيه 5. فرافائيل فيجا قريب جدا من الستايل من اللي ما شافوش من لعيب خيمس رودريجيز. مونينو. موني طبعا زي ما قلنا الرايت وينج للفريق، واحد من ابرز اللعيبه ومهالي بشكل كبير جدا، وكمان له دور دفاعي هنبقى نشرحه طبعا معانا في الحالات، لو معانا طبعا ارقامه على السكرين نقدر نقولها للساده المشاهدين. هو من الواضح ان هو فريق جيد جدا ايضا من الناحيه الهجوميه، ولكن هناك توازن ناحيه اليمين، ناحيه اليمين دي مهمه جدا جدا هنتكلم عليها كتير، توازن ما بين الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، ناحيه اليمين دي يعني بيبنوا عليها تقريبا 70% او 75% من هجومهم. بنتكلم عن مونينو، لعيب صغير في السن 20 سنه، طوله 177 سنتي، لعب طبعا 12 مباراه في الليبرتادوريس، احرز 3 اهداف، رقم كويس جدا لبطوله قاريه، صناعه الاهداف ربما يكون عدد قليل جدا انه يصنع هدف واحد فقط، التصويب على المرمى مميز مميز جدا. أيوة. من 15 تصويبه على المرمى 10 منهم ما بين الثلاث خشبات، فبالتالي نسبه نجاح ونجاعه كبيره جدا عند مونينو، وطبعا التمريرات اكيد لازم تكون اعلى شويه، 82% رقم جيد جدا لواحد من ابرز لاعبي الفريق. طيب خلينا نروح للاعب اللي بعد كده، ماتياس فينا. ماتياس فينا الباك الشمال، الباك الشمال ده واحد من اهم اللعيبه في الفرقه، انت دايما في الباك بتحكم سواء على القدرات الهجوميه او الدفاعيه. تعال نشوف الارقام بتقول ايه. هو اولا هو من اورجواي، هم عندهم واحد من باراجواي اللي هو الباك اللي هو المساك، والباك ليفت من اورجواي اللي هو ماتياس فينا. الارقام بتقول ان هو لعب 12 مباراه باك شمال، مسجل هدفين في البطوله وصانع 3، يعني مساهم في 5 اهداف، عامل زي علي معلول، مساهم في 5 اهداف في 12 مشاركه. المحاولات على المرمى عامل 10 محاولات على المرمى كباك ليفت، رقم مميز جدا، منهم 5 صح. التمريرات 399 تمريره. طب ايه الدور الدفاعي؟ هنلاقي برضو ان ارقامه الدفاعيه قطع التمريرات 84 تمريره. شوف الارقام الدفاعيه، يعني احنا كده اتكلمنا، نكمل بقيه الدور الهجومي، عامل 8 مراوغات ناجحه من 26، والتمريرات البينيه 9، وعامل 26 عرضيه في 13 مباراه، رقم كويس جدا، يعني هو على المستوى الهجومي كده 10، يعني يعتبر 9.5 او 10 من 10. نيجي بقى للدور الدفاعي، ارقامه الدفاعيه عاليه جدا، قطع التمريرات 84 مره. استخلاص الكوره 65 مره، منهم 6 في ملعب الخصم، برضه استخلاص الكرات 65 مره رقم كويس. الالتحامات الهوائيه 48، دخل في 48 التحام، كسب منهم 30 التحام. 30. اذا لعيب مميز جدا على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي وعلى المستوى البدني، يعني لعيب مش بس هجومي، لا ده هجومي ودفاعي، وواحد من اهم الاسلحه اللي ساهمت في الحصول الفريق على البطوله. طيب خلينا نروح بقى لجوستافو جوميز. طبعا جوستافو جوميز بنتكلم على لاعب مساك ولعيب قوي بدنيا جدا، ربما يكون عنده بعض المشاكل في مساله الكرات العرضيه، لكن اكيد هنتكلم تاني عليها في لما تيجي معانا الحالات. طوله 185 سم، طول جيد جدا، لعيب من باراجواي، لعب 13 مباراه في ليبرتادوريس،
جاب هدفين، رقم جيد جدا بالنسبه لمساك، حتى وصلنا على الاهداف مره واحده، بشوف برده رقم جيد. اكيد المهاره دي مش مطلوبه منه، مهاره التمرير عنده عاليه جدا 88%، رقم جيد. والتحامات الهوائيه خد 57 83، ده برده يوردين هو عنده ربما بعض المشاكل. استخلص الكوره 8 مرات ملعب الخصم، لكن في المجمل استخلص الكوره 99 مره، برده رقم جيد. قطع تمريرات 78، برده رقم مميز جدا، يوضح ان هو قوي دفاعيا على الارض. طيب اخر واحد او اخر لاعب معانا مانويل وفيرتون اللي هو الحارس البرازيلي. أيوة. ده برضو واحد من اهم الاسلحه عندهم، حارس يعتبر جيد، هو برازيلي، عنده 33 سنه، يمكن هو اكبر لاعب في الفرقه، هو والمهاجم لويس ادريانو. ايوه. طوله 189 متر 89، عدد المباريات اللي لعبها 13. نيجي نبص من 13 شباك نظيفه كام، 8 من 13، رقم كويس، يعني خرج بشباك نظيفه 8 مباريات من 13. نيجي للاستقبال الاهداف، دخل شباكه 6 اهداف في 13 مباراه. الرقم الاهم كمان اللي هو عدد التصديات، تصدى ل 43 تسديده من اصل 48 تسديده، فهو يعتبر حارس برضو واحد من نقاط قوتهم، هو عنصر الخبره هو والمدافع بتاعهم اللي هو جوستافو جوميز، هما الاثنين بيدوهم تقل ورا وخبره كويسه جدا.